غرباء 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 غرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا في درس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وقد وقفنا بالأمس عند صفحة 82، ولكن الواجب المنزلي كان في صفحة 81. So we stopped at 82, but the homework was on 81. Yes, if you want to memorize something, you read it as much as you can. Look at it. Try to look at the text. Wallahu a'lam. Imam Bukhari rahimahullah was asked, how have you memorized so much ahadiths? He said, بِكَثْرَةِ الْمُطَالَعَةِ or بِكَثْرَةِ النَّظَرِ، يعني you look much to the text. Okay؟ طيب، صفحة 81، 81، and you ask Allah for help because it's most important. 81، استيعابٌ، comprehension. التدريب الأول، ضع علامة صحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ. من فعل الواجب المنزلي؟ Who did the homework؟ طيب أخ عازم، أنت كذلك أخ تيمور. He was not here، ما كنت هنا بالأمس. تفضل تفضل أخ عازم. التدريب الأول، 1، الجامعة شمال المدينة، هل هذا صحيح؟ هذا خطأ. ما هو الصواب؟ الجامعة نعم، الصحيح يعني هذا خطأ، مستيك. ما هو الصحيح؟ الصحيح الجامعة غرب المدينة. 2، سيتجه السائق غربا في شارع طارق ابن زياد، صحيح. 3، الصيدلية في طريق خالد ابن الوليد، خطأ. خطأ. لا، الصحيح الصيدلية في الزاوية عند أول شارع إذا اتجه يمينا. الصيدلية is what؟ أخ أبو بكر، what's الصيدلية؟ book 1
نعم في الزاوية in the corner عند أول شارع at the first street إذا اتجه if he face right يمينا. طيب أربعة المستشفى بعد 20 مترا من الصيدلية. خطأ. ما هو الصواب إبراهيم؟ المستشفى بعد 200 متر من الصيدلية. نعم جيد ممتاز. خمسة عازب. المستشفى مقابل الجامعة. نعم خمسة المستشفى مقابل الجامعة. صحيح. ستة السائق يريد حي الجامعة. صحيح. نعم ممتاز. إبراهيم فعلت الواجب أم لم يكن لديك وقت؟ اللهم بارك أخي. جيد. طيب التدريب الثاني إبراهيم. أين الجامعة؟ أين الجامعة؟ الجامعة غرب المدينة. نعم غرب المدينة. نعم الجامعة غرب المدينة. اثنان إلى أين سيتجه السائق؟ سيتجه السائق نعم غربا في شارع في شارع في شارع طارق ابن زياد. نعم الجواب the answer غربا في شارع طارق ابن زياد. ثلاثة إلى أين سينعطف عند طريق خالد بن الوليد. It's a mistake. It's one كسرة. خالد it's not خالد because if ابن comes between the two names then the first one is only one. Cannot have تنوين. نعم. إلى أين سينعطف؟ This is the verb form of انعطف. ينعطف نعم. إلى أين سينعطف؟ عند طريق خالد بن الوليد. عند الإشارة الضوئية الثالثة. من عنده جواب آخر؟ We have other answer. نعم سينعطف يسارا. نعم أربعة تفضل أخ إبراهيم. ماذا سيجد السائق عند الزاوية؟ سيجد السائق صيدلية. نعم ماذا سيجد السائق عند الزاوية؟ سيجد صيدلية أو سيجد الصيدلية. نعم الأخير أخ إبراهيم. أين المستشفى الجامعي؟ نعم أين المستشفى الجامعي؟ نعم that's the answer مقابل الجامعة. مقابل الجامعة. نعم أين المستشفى الجامعي؟ مقابل الجامعة. التدريب الأول مفردات. نعم التدريب الأول متى نقول العبارات التالية؟ استعمل العبارات في جمل من إنشائك. من يفعل؟ Who does the one? The first one. أخ تيمور. نعم هات جملة بهذه العبارة. لو سمحت أين المسجد جرين لين؟ نعم لو سمحت أين مسجد جرين لين or green lane. لو سمحت أين المسجد؟ لو سمحت like if you don't mind if you give permission. Excuse.
Yes, excuse me, نعم. Excuse me is a very good translation for لو سمحت. You know, if you don't mind, you don't really find this mind. But if you say excuse me, you want excuse. So this very is quite close to لو سمحت. Very good. نعم. اثنان. With شكران, do you have a sentence with شكران? If somebody say, here you go, the pen. Abu Bakr, here you go, the pen. How do you say, here you go, the pen? Ibrahim? نعم, تفضل القلم. And then you say, شكراً. Then you say شكراً. And then he says عفواً. جيد. أخ عازم, من فضلك. Oh yeah, yeah. I forgot the عفواً. شكراً, yes, goes with عفواً. We done it in one. تفضل. طيب, تفضل. Here go the book. تفضل الكتابة. And then you say, شكراً. And then you say, عفواً. طيب. نعم. تفضل. The student came late. How do you say the student came late? You know, if you say الطالبُ متأخرٌ, the student is late. But I want the verb form, the past tense. Yeah, yeah. You still use the what I want used as a noun, متأخرًا. تأخر الطالب. It's shorter, يعني. تأخر الطالب. So he said to the teacher. So he said to the teacher. تأخر الطالب. فقال to the teacher. نعم. To the teacher. للمدرس. Sorry. عفوا. فقال للمدرس عفوا. I stood above the feet of the student. قمت above the feet. نعم. قمت على. قمت, I stood. From قام, he stood. يقوم, he stands. قمت على. على قدمي. على اس مضاف, مضاف إليه. The feet of the student. قدمي. If it's 2 feet. But if it's 1 feet. على قدمي. نعم. Of the student. نعم. قمت على قدم الطالب. So I said to him. فقلت. فقلت له. عفوا. جيد. من فضلك أخ أبو بكر. هاتي جملة بهذه العبارة. نعم. هذه جملة
نعم أريد القلم من فضلك. الله مبارك. No, don't say rasas itself. Rasas means bullet, you know, for the gun. If you say rasas, you might be understood wrong. Rasasatun is what you put in the gun, you know, the bullet. طيب. مبارك. أين كنت بالأمس أخي الكريم؟ ما شاء الله. في هذا المسجد أو خارجه؟ ما شاء الله. لا بأس. طيب. جزاك الله خيرا. كيف تقول يا إبراهيم؟ لا أنا جيد الحمد لله. جزاك الله خيرا. نعم جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. نعم. Or here you go the bread. هذا هو الخبز. Here you go the bread. تفضل الخبزة and they say may Allah reward you with goodness. جزاك الله خيرا. الأخير أخ عازم. يا أم عمر. يا أم عمر. ما رأيك؟ You say ما رأيك. It's mother. You speak to a mother. ما رأيو؟ نعم. يا أم عمر. ما رأيك؟ نترك القرية. نعم. أو mother of عمر. What's your opinion? We leave the village. يا أم عمر. يا أم عمر. ما رأيك نترك القرية؟ Yes. You can say the same with أبا. يا أبا عمر. ما رأيو؟ ما رأيك نترك القرية؟ Or just you can make you make it short. How do you say where are you, O father of Muhammad? أبو بكر, where are you, O father of Muhammad? أين؟ Yes, where are you? أين؟ What is you? أين أنت؟ أين أنت؟ يا يا أبا محمد. يا أبا محمد أو يا أبا عمر. Where are you, O mother of Muhammad? أين أنت؟ يا أم محمد. أخ تيمور, التدريب الثاني. You do the first two sentences. الجملتين سل بين الكلمتين اللتين تأتيان معا ثم استعملهما في جمل من إنشائك. نعم. الجملة الأولى الإشارة الضوئية. نعم. قف سيارتك. Stop your car. قف. Stop. قاف and فا. قف. It's command. From وقف he stood. Or he stopped. يقف. He stops. You know, يقف he stands. And also he stops. This has two meanings. You know.
يعني this verb is used for different meanings. وقف the past tense. He past tense. الفعل المضارع present tense is يقف. وقف his he stood. وقف he stood. يقف he stands. No, no. This is one meaning. The second meaning, I don't think it's waqafa, but it's waqifa. Because Allah subhanahu wa ta'ala said, waqifuhum innahum mas'ulun. Stop them, they're being questioned. They're going to be questioned. Or they're being questioned. Let me just double check. Waqafa, yaqifus, he stood, just like I wrote. Yes. He stood, that's past tense. Yes, yaqifus, he stands, present tense. I think because it's order form, waqifuhum, that's why it's with kasra. It's just like this, brothers. He stood, he stopped. So when you learn this verb, you have two meanings. Waqafa, the context. Waqafa, yani you say, jalasa Muhammadun. What's jalasa Muhammadun? Muhammad sat. He sat down, yani jalasa. Thumma waqafa. Then he stood. طيب وقف محمد عند الإشارة الضوئية وقف stopped. This is not stood. This context is stopped. Yes. Traffic light. نعم. And يقف he stops. He stops.
he was walking, then he would have been standing. No, but you know, yeah. طيب you can say وقف محمد عند الإشارة الضوئية. محمد stood at the traffic light. اثنان أخ تيمور. نعم الطلاب من كلية الطب يعملون they work أحيانا sometimes في جامعة في المستشفى الجامعي نعم or أين المستشفى الجامعي أين where is the university hospital أين المستشفى الجامعي طيب ثلاثة أخ عازم غرب المدرسة نعم تقع المستشفيات غرب المدرسة نعم you can say نعم يسي الجامعة غرب المدرسة السوق غرب المدرسة طيب أربعة أخ عازم العالم or العالم العالم is the scholar العالم the world العالم الثالث this is a difficult one you say most of the Muslims live in the third world I think so. The most Muslims in the world, if you look to the world, Africa, North Africa, Middle East, Asia. No, most, not all. I don't think Dubai is third world, but Kuwait as well. I don't think it's third world, but I say most. I mean, look how many Muslims you have in Pakistan. That's maybe. Whole Middle East, I'm not sure, because Saudi Arabia is 24 million. Saudi Arabia is 24 million, and it's a big country. And of the 24 million, of the 24 million in Saudi Arabia, 8 million are foreigners. So it's 16 million Saudis. A third is foreigner there. So in Dubai, there is much lesser than Saudi Arabia. And Bahrain is very small, Qatar small. So I think Pakistan with, I think, 180 million. Indonesia. More. Indonesia is more, it's 230 million. Indonesia. Sorry? Indonesia. Indonesia is very poor. Yeah, you have some rich people there, but many people, I think they... are very, very poor. I've been there twice, so I've seen very poor people there. طيب. سكان أكثر the most of the Muslims. Most of the Muslims.
What do you get after أكثر? نعم, you get كسرة. نعم, أكثر المسلمين. It's مضاف مضاف إليه. The most of. You can translate in of, so it's مضاف مضاف إليه. أكثر المسلمين. Normally it's المسلمون, but because of أكثر المسلمين live. يسكنون يسكنون, but it's not that one. The يسكنون is mostly used in a house or flat or bungalow or villa. يعيشون, yes, يعيشون. You know, يسكنوا is more أسكنوا في بيت, أسكنوا في شقة. But the other live, regardless of the building, the other live. يعيشون, أعيش, I live in. Okay, يعيشون. Yes. نعم, يعيشون في العالم الثالث. I think subhanallah, you know, if we look to the ni'mah that Allah gave a lot of our countries, there is more in the ground than in the Western countries. But because of the sins that people make, Allahu A'lam, maybe it's a uquba, you know. You know, why can they in Europa have this kind of streets and this kind of facilities? Why don't we have? Because I think it's the, you know, when you as a Muslim do something, even the kuffar, but Allah, the Prophet ﷺ said, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. For the kafir, this is his paradise, you know, the dunya. If we want to go forward, akhi, we have to fear Allah subhanahu wa ta'ala and leave the haram, you know, gambling places and selling alcohol in supermarkets and usury, you know, riba. You are in war with Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. And Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, if the people of the villages believed and feared, we would open for them the blessings from the sky and the earth, both. They only have to believe and fear. Look, Allah promised the wealth. But people, you know, when people make al-ma'asi, yani sins, I'm not talking only about government, people themselves, all, I talk general, both, yani, then al-fitna comes, ruling by other than al-sharia al-islamiyya. Even we Salafis, we believe that the governments, they should, government Sharia. Some people think we don't talk about that. We say it's okay. No, Sharia is only one law. In al-hukmu, illa lillah. The hukm, the laws only to Allah. Allah subhanahu wa ta'ala said, afa hukma al-jahiliyyati yabghun. Do they want the jahiliya hukm? The jahiliya law? The pre-Islamic jahil? Ignorant time law? And it is a question, but the answer is known. Naam. And ala kulli hal, there are so many ayat about in hadith. Allahu musta'an. How do you think Allah will help us? As some in some places in a Muslim country, you cannot have a beard in the army. You have to shave the beard. How do you think that Allah will help this army? You can understand. And when the enemy comes, they say, Ya Allah, help us. And yesterday you told me to shave my beard.
Subhanallah. It's a contradiction, you know? Asking help, that asking Allah help you, but the soldier cannot even pray maybe. And if he prays in secret. It's ajeeb, akhi. طيب. كلية الخامس والسادس لأخينا إبراهيم. تفضل. نعم كلية المعلمات. هن تدرسن في كلية المعلمات. نعم. هن يدرسن. يعني they lot female هن يدرسن في كلية المعلمات. Or you can say my wife is a teacher. How do you say my wife is a teacher? زوجتي معلمة or مدرسة or أستاذة in the faculty of female the teachers faculty. نعم في كلية المعلمات in the female the female faculty of teachers. What is the male faculty of teachers? كلية المعلمين. It's مضاف مضاف إليه. كلية المعلمين. And it also exists. This كلية المعلمين. You have that in Saudi Arabia where you can become a teacher when you go there. طيب. الأخير أخي الكريم. If you finished. نعم. You're the most difficult ones. نعم. 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 Yes, that's the one. Yeah. نعم. سكان العالم الثالث أكثر من نصف المليار. ممتاز. فعلنا أقسام الأفعال بالأمس. We've done yesterday the types of verbs. What is one of the most important issues in the Arabic grammar? So this shows us also that in this book we have grammar. But bit by bit, not too fast. You get grammar in this book, but bit by bit, not too fast. So this is a grammar issue. ملاحظة النحوية, grammatical notes. أقسام الفعل, types of the verb. الفعل ثلاثة أقسام. واحد, ماض, ويفيد حصول الشيء في الماضي. What's يفيد حصول الشيء في الماضي? It benefits, it shows. حصول الشيء, حصول الشيء, from حصل happened, حصول الشيء, the happening of the thing, الشيء is the thing, في الماضي, in the past. What means A? No, AU is which, with the shadda switch, this is not A. Yes, A is like that is, but let me just check. انظروا إن شاء الله أبحثوا في المعجمي في معجمي هانسور
وهو معجم جيد جدا. It's a very good معجم. اللهم بارك. وأنصح به. أنصح به. I advise it. It's not أخ عازم like أيو. أيو is which with the شدة. This is أي. يعني with the سكون on the ياء. سكون أي. What means suffix? Suffix. Something? Yes. A is like meaning, I think. You say, كثير من المسلمين فقراء. A lot of the Muslims are poor. A في العالم الثالث. يعني I mean in the third world. It's IE. Yeah. Ah. That is IE. Lomberg, yes. Yes, IE. IE. قبل زمن المتكلم قبل زمن التكلم. What's قبل زمن التكلم؟ IE, you say IE. IE قبل is before زمن time. زمن is like وقت time. And مضاف yes before the time of the speaking. Before the speaking time. التكلم is the speaking. The speaker is different. It's المتكلم with the meme, okay? المتكلم is the speaker. But التكلم is the speaking. Before the time of speaking. So, if something happened before you spoke, then it's past tense. Okay, brothers? Because it happened before you spoke. اثنان. And that is مضارع. That's the present tense verb. So ماض past tense verb. مضارع present tense verb. Who knows other name for مضارع? But this is more used. It's mentioned in the book, I think. No, فعل حاضر. نعم. نعم. ماض حاضر. But brothers, I advise you keep it on مضارع. Keep it on مضارع. But you might find it in a book that they say that. مضارع ويفيد حصول الشيء في الحال. And it benefits the happening of the thing في الحالي, then in the moment itself. الحال. Okay.
in the moment itself. أو الاستقبال. Or in the future. And that's why, brothers, don't say there is a fourth type of verb, and that is the future tense, because the future tense comes in the present tense, because you only add what? A seen or sofa. So, the present tense verb with the sa or sofa, what is future, that is in the present tense, because you don't change anything in the present tense verb itself. A, في زمن التكلم, يعني meaning, i.e., في زمن التكلم, in the time of the speech, أو بعده, or after it, يعني in the مستقبل, in the future. الثالث, أمر, ولا تقول الحمد لله, حمك الله. What's أمرٌ? Command. ويفيد. It benefits. حصول الشيء. The happening of the thing. ويفيد طلب حصول الشيء. Sorry. ويفيد طلب حصول الشيء. It benefits. What's طلب? Request. Yes. You request something. يعني it's a request or an order. Okay? It's more request. طلب, طلب. ماذا تطلب من الطعام? What do you order from the food? We did that in book one. ماذا تطلب من الشراب? So it request طلب حصول شيء. That you request the happening of a thing في المستقبل, in the future. Because command verb, can that be past tense? Can you command to do something? You command somebody to do something in the past tense? You can't. Command this for what? It's future. Eat. Drink. Sleep. Pray. You cannot say pray and you mean you had to pray before. Okay? A. In the future. A. بعد زمن التكلم. After the time of the speech. You want it to happen after your speech finish, or after speaking. أدرس ولاحظ. Okay. Study and focus. الماضي. اقرأ يا أبا بكر. راجع يرجع. هذا ماضي. It's past tense. يرجع is present tense. يعني what's يرجع? He returns, huh? He returns. What's irja? No, it's command. You see, it's beneath amr. It's command. And it ends with sukun. It's return. طيب, you do them all with me, with translation. No, istamarra. What's istamarra? Akh Azim. He continued. نعم. يستمر. He continues. استمر. Is continue. Yes. I've said yesterday, if the verb ends on shadda, then you don't get sukun, but you get fatha with the command. Okay? When you need the sukun, you cannot put sukun on a shadda. It's not allowed. So you get the fatha. طيب. نعم. تفضل. استمع. He listened. يستمع. He listens. استمع. Listen. One is to know and one is listen.
Yes. استمع استمع is he listened. يستمع he's listening. It, no, no, it gets a lot with إلى. يستمع إلى المدرس. يستمع إلى الدرس. But يسمع is he hears. هل تسمعني? Do you hear me? سمع الله لمن حمده. Okay. So I think this is a very good اللهم بارك. استمع is he listened. And he listened goes normally with two. استمع إلى. And سمع he heard. اللهم بارك أخي تيمور. I write it for the brothers that are watching. May Allah reward them for putting their time and effort and also for their sabr, because sometimes I go out of the subject. Sami'a. Sami'a. He heard. He is hearing. This is the present tense. Is yasma'u. Yasma'u, he is hearing. Asma'u, I hear. But listening, istama'a, he listened. Istama'a, he listened. He's listening, yastami'u. He's listening. طيب تفضل. In Atafa, he turned. Yan Atifu, he turns, or he's turning. In Atif, in Atif, turn. Ittajaha, he faced. Yattajihu, he is facing. He, yes, or he faces. اتجه is face. انتبهوا أطفال. ابتعدوا عن الكهرباء. طيب. شرب. He drank. شرب he drank. Not he drunk. He drank. My English is not good, but that one I know. شرب he drank. اللهم بارك. يشرب نعم. He drinks. يشرب drink. نعم اللهم بارك. قرأ. He read. يقرأ. He reads. اقرأ. Read. You know, when I saw this text, I was thinking, brothers in Islam, when you make the tadrib now, you can go back to the udrus walahid to check the pattern. But it's not always like that, okay, brothers? It's not always like that. So kataba, which verb do you see? We have in the udrus walahid, we have raja'a, istamarra, istama'a, in'atafa, ittajaha, shariba, wa qara'a. Which one of them is closest to kataba? It's raja'a. Yes, of qara'a. Yes. Look, although they have all three, you know, raja'a three times fatha and qara'a three times fatha, but look to the present tense, yarji'u, and the other is yaqra'u. So one is with the kasra before the last letter and one is with fatha. But in many times,
you will it will help you a lot. Okay, you, Bismillah, you start now, and you can benefit from what Abu Bakr has just read now. طيب بسم الله ارفع سروالك. طيب إذا ارفع سروالك فوق الكعب. No, past tense, present tense, and command. You make them all. You think. What is it, brother? First one, only the first one for the brother. Yaktubu, he writes. Kataba, he wrote. Yaktubu, he wrote. Yaktubu, he writes. And now the command. Command. Oktub. Yes, very good. طيب التدريب حول كما في المثال أخ تيمور المثال سافر. نعم سافر يسافر سافر. He traveled. He's traveling. Travel. طيب. You do the first three inshallah with translation. نعم كتب يكتب أكتب. نعم he wrote he is writing write. إلبس إلبس نعم لبس يلبس إلبس. Where where yes he wore he's wearing wear. لبس يلبس إلبس. نعم كان سيكنس أكنس. That's kawa yakwi. He vacuumed. He hoovered. Book one, brothers. كان سا he swept. Yaknusu, he's sweeping. Because it's, you know, if you say kanasa, it might be one of two. It might be the electrical one or the normal one. Al-miknasatu al-kahraba'iyatu am al-miknasatu, yani al-adiyatu, the normal miknasatun. Allahumma barik. Naam, tfaddal. Ana akh Abu Bakr. فحص فحص and then يفحص افحص الله مبارك. What's فحص he examined he checked he examined فحص he examines يفحص examine is افحص. Yes, Allah Mubarak. Sabaha, yasbahu, isbah. Naam, sabaha. Oh yeah, he swims. He swam, eh? He swam, yeah. He swam. He swimming. He's swimming, yasbahu. Isbah is swim. Do one more. شاهد يشاهد شاهد نعم سوري one moment. السلام عليكم يا أخي عفوا بالأمس لم أتصل بك سبحان الله للأسف أنا في الدرس الآن في جرين لين بعد ال أتصل بك بعد الظهر هذا جيد؟ خلاص جزاك الله خيرا.
السلام عليكم. شاهد يشاهد شاهد. What شاهد؟ شاهد. He watched. He viewed. Yes. يشاهد is viewing. He is viewing and view. شاهد is view. نعم. You know, I think watched is like نظرة. You know, he watched. This one goes with Ila. He looked too. This is looking. Nadara. Yes, he viewed. This one. He watched. Which one? Shahad has watched. Eh? But yeah. So Shahad has he watched. But can you say أريد أن أشاهد الشقة الشقة أريد أن أشاهد الشقة نعم flat here is view yeah the viewers yeah the people who watch TV anyway view watch no problem inshallah inshallah it's close to each other it's close to each other طيب شاهد يشاهد شاهد سبعة وثمانية عازم no فضل يفضل how do you say to person prefer you have to prefer Who has something else? Faddil. Faddil, نعم. Prefer is Faddil, command. You show him two houses, you say Faddil, أيهما, which of them two? Faddil. الأخير. مارس. يمارس. مارس yes what's مارس he practiced يمارس he's practicing نعم فهم المسموع استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع by putting دائرة a circle حول around الحرف المناسب هل أنتم جاهزون you're ready brothers طيب بسم الله طيب الحوار بين حسين وعبد الرحمن طيب الحوار بين حسين وعبد الرحمن you always look to the questions first to the five sentences they're not all questions after the adhan إن شاء الله قبل أن نبدأ إن شاء الله قبل أن نبدأ الهمزة في فعل الأمر the همزة in فعل الأمر they are all همزة الوصل they are weak همزة okay so أكتب is not with this small thing this is the همزة القطع the strong one this one you always have to pronounce but like أكتب is همزة الوصل it's a weak همزة it's only with a ضمة So if you put something with it, you say, and write, you know, waktub. Okay, directly go to the kaf, because it has no small thing here, okay? So, uktub is with this one. Ilbas is with the weak hamza, with kasra. Uknus as well, like this. Ifhas, like this. Isbah, swim, it's like this. شاهد has not فضل not and مارس not طيب يا عبد الرحمن سمعت أنك ستترك المدينة وتعود إلى الحياة في القرية
Afwan. Sorry. We have done that last time. Barakallahu fik. This is the next text at page 423, but only I as teacher look. You just focus, inshallah. في عطلة الربيع سافرت الأسرة إلى المدينة لقضاء بعض الأيام هناك. كتبتم؟ You get the first answer here, eh? Now. We've done the first answer. I repeat, في عطلة الربيع I don't repeat, I read them all in one time. في عطلة الربيع سافرت الأسرة إلى المدينة لقضاء بعض الأيام هناك. كان الوقت ربيعا. كان الوقت ربيعا. والجو جميلا. قضت الأسرة أسبوعا في المدينة. قضت الأسرة أسبوعا في المدينة. كانت تقيم في فندق كبير في وسط المدينة. كانت تقيم في فندق كبير في وسط المدينة. زار الأولاد الحدائق والملاعب. What's الحدائق؟ Parks, plural of حديقة. أن الملاعب playgrounds, plural of ملعب. ملاعب. طيب. وتناول الطعام في المطاعم الكبيرة. وركبوا الحافلات والقطارات. What's ركبوا? They rode. Yeah. Even if you're passenger, it's also ركبة. ذهبت الأم إلى أسواق المدينة. ذهبت الأم إلى أسواق المدينة. واشترت أشياء كثيرة لها ولزوجها ولأولادها وللبيت. وزار الأب مكتبات المدينة واشترى كتبا كثيرة له ولأفراد أسرته. استمتعت الأسرة بالزيارة. What's استمتعت? استمتاع. استمتع is enjoyed. Yes, the أسرة enjoyed. استمتع, he enjoyed. يستمتع, he's enjoying. استمتعت الأسرة بالزيارة وأحب الأولاد المدينة. وأحب الأولاد المدينة. The children loved the المدينة. وطلبوا من والدهم أن يزوروها كل عطلة. طيب. واحد. با. اثنان. ألف. ثلاثة. جيم. أربعة. جيم. خمسة. ألف. ممتاز. تكلم. التدريب الأول. كيف يصل بدر إلى المستشفى؟ Where is بدر؟ طيب who knows؟ بدر is here. Right at the bottom. Bottom right. He has to go to the مستشفى. Top left. إبراهيم؟ You can do this. You can speak past tense form or present tense, whatever you like. So, اتجه or يتجه.
you make navigation now. You navigate how he can go to the mustashfa. There are three lines. It's not very clear, but how? No, no, what he did. Yeah, what he has, okay, now. نعم بدر سيتجه غربا إلى شارع سعيد في شارع سعيد Just make the short cut with the side aliyah and then to the other side and then you are in the mustashfa. Leave the other places. At the end of the street or you want to say corner or ittajaha ila he walked, هو مشى. Oh, what do you mean? Okay, I would say سيمشي إلى شارع سعيد. نعم. حتى يصل صيدلية. حتى يصل عند الصيدلية or إلى الصيدلية until he reaches. Okay. Okay. Barakalofik. So the number one stands for Sharia. That's what we were talking about. Okay. This is not very clear. ثم في عند الصيدلية ثم ينعطف يمينا في الشارع الثالث وسيستمر he continues until حتى سيجد مسجدا نعم حتى يجد مسجدا until he finds a masjid نعم في زاوية شارع سفيان والشارع الثالث after that he finds the hospital in opposite of سيجد حديقة بجانب المسجد والمستشفى مقابل الحديقة والمستشفى مقابل الحديقة very good التدريب الثاني ناقش الموضوعات التالية مع زملائك لماذا يهاجر الناس من الريف إلى المدينة what's the reason ما هو السبب اعطيني سببا يا تيمور للعمل و للعمل for work للدراسة كذلك نعم للترويح أيضا طيب لماذا يهاجر بعض الناس من المدينة إلى القرية أخ عازم why do people migrate from the city to the village. لأن because في القرية لأن في القرية الهواء
لأن الهواء نقي في القرية، لأن الهواء نقي في القرية. والمزارع كثيرة في القرية. طيب الأخير، من مشكلات المدن الكبيرة الحوادث والجريمة والازدحام والتلوث. From the problems of the big cities, what's الحوادث أخ أبو بكر؟ Accidents. What's الجريمة brothers؟ Crimes. Crime. جرائم is crimes. جريمة is crime. الازدحام congestion. And التلوث pollution. ما هي المشكلات الأخرى في المدن؟ What are the other problems؟ الضوضاء. الاختلاط ميكسينج و يعني ميكسينج مان وذ ويمن اختلاط. والفتن بلورال اوف فتنه والفتن نعم وغير ذلك ان اذر ذان ذات. طيب هل بقي وقت؟ هل بقي لنا وقت؟ كم؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.